بحضراتكم من جديد. الكلام عن النصر، الكلام عن العزة، الكلام عن 6 أكتوبر لا ينتهي. حقيقة أبطال زي ما قلت لكم قبل كده، يعني لما بنقعد في حضرة، يعني في حضرة الأبطال دي، الناس دي اللي سطرت تاريخ مصر. ده جيل عمل اللي عليه، ده جيل أدى اللي عليه وزيادة من تضحيات ومن بطولات. الحقيقة الكرة في ملعبنا إحنا كجيل بيحمل الراية بعديهم. استمرار الكلام على الانتصارات دي مهم جدا عشان نشوف إن إحنا شعب يقدر، شعب قادر انه يغير المستحيل ويغير خريطة العالم كله. احنا شعب عندنا قدرة كبيرة جدا على التغيير وقدرة على التحمل، تحمل الصدمات. خليني اتكلم، طبعا انا موجود معايا في الاستوديو وارحب بيه طبعا اللواء الدكتور ايهاب النحاس، احد ابطال حرب اكتوبر، ولكن في حتة مهمة وفي سلاح مهم، سلاح الحرب الإلكترونية. يمكن مش كتير بيتكلموا عن السلاح ده، ولكن السلاح ده من أهم 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 الأسلحة اللي أدت إلى نصر 73. أهلا بيك سيادة اللواء. أهلا بيك يا كابتن هيس. أهلا بيك يا كابتن الحقيقة هيس. يعني وجود حضرتك معنا في الاستوديو، حضرتك طبعا والد الكابتن أحمد النحاس، حارس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد اليد السابق. مزبوط. يعني عيلة أهلاوية، عيلة ربة أبطال. مش بس يعني كنت بطل عسكري، لا ده انت ربيت بطل كبير في كره اليد، بطل رياضي. كلمني عن بدايه حرب 73 مع حضرتك. هي حرب 73 برضو عشان نرجع للمنطقه التاريخيه دي البعيده، لان الحرب حرب 73 ما صحناش من النوم عملنا 73. صحيح. لا، ولكن كان في جهد مسبق قبل 6 اكتوبر 73. اولا انا دخلت كليه حربيه سنه 68 في الدفعه المسماه بدفعه الشهيد احمد بهجت السداوي رقم 57، وتخرجت في يناير سنه 70، وكان في ذروه حرب الاستنزاف. وحرب الاستنزاف كانت حرب شرسه جدا، والعدو الاسرائيلي كان وصل فيها للعمق المصري، العمق المصري يعني انتهك العمق المصري بقسوة ووقاحة ووضوح، حتى الضرب بتاعه وصل لمناطق الهكستيب وبحر البقر ومناطق داخل العمق المصري كثيرة. وده كان مدخل او كان مؤداة ان القيادة العامة للقوات المسلحة في ذلك التوقيت خدت قرار بتخريج الدفعة رقم 57 حربية، عشان كان في معلومات وصلت في هذا التوقيت بان كلها حربيه هتتضرب. فتخرجنا في 12/2/1970، وكان التخرج كان في ظروف صعبه جدا. اللي كان بيخرجنا كان الفريق محمد فوزي، هو اللي كان حاضر حفل التخرج، وكان التخرج بدون اهالي، وكان في حمايه من الميم طه، وكان في حمايه من كان في حمايه عشان ما يحصلش فيه اختراق للمنطقه اللي هي بتاعه الكليه الحربيه، ومطلوب كان ان الدفعه دي تنزل الميدان، وباعتبار ان دي عناصر جديده هتضخ في شرايين القوات المسلحه بفكر جديد، بروح قتاليه جديده. انا الحقيقه كنت سنه 68 قبلت في كليه الهندسه جامعه حلوان، كانت مسمى في ذلك التوقيت بالمعهد العالي للتكنولوجيا، وكان عندنا في هذا التوقيت يعني كان حاجه كانت مفارقه غريبه جدا. كانوا بيسفروا الطلبه اياميها 3 أشهر الصيف بيروحوا المانيا عشان يتدربوا، وكان التدريب اعتقد كان في بلد اسمها شتوتغارد او حاجه زي كده. ورحت فعلا حضرت اسبوع او اسبوعين في كليه الهندسه جامعه حلوان، وكان المدرسين وقتها كانوا في مجموعه من الالمان كانوا قائمين بالتدريس، يعني كان مناخ مشجع جدا جدا، لان اي شاب في سن ال 17 او ال 18 اللي انا كنت وقتها فيه ان هو ينضم للمناخ ويبتعد طبعا عن اي مخاطر. يعني خلاك تغير بقى. لكن انا الحقيقه كان احنا كجيل كان عندنا توجه، كان توجه في الكثير من الوطنية، الكثير من حب الوطن، الكثير من التضحية والفداء الحقيقة يعني. وكنا مدعومين الحقيقة بالأهالي برضو، يعني الأهالي في ذلك التوقيت الأسر المصرية، الأسر المصرية كانت بتشجع أبنائها على الانضمام في هذا الاتجاه. يعني الام المصريه كمان، يعني معلش الام المصريه كان عليها دور، لان الام هي دائما اللي بيبقى قلبها بيوجع على اولادها وعايزاهم من جنبها. الام هي اللي ربت الرجاله. والله الام المصريه انا شفت نماذج من الام المصريه في هذا التوقيت،
يعني يمكن اقول لحضرتك على نموذج من النماذج. احنا كنا طبعا بننزل وقت الاجازات الميدانيه بنوصل الشنط بتاعتنا للاهالي، يعني اللي نازل اجازه ياخد شنطته اللي فيها الهدوم بتاعته، الافرلات والبيجامه، يعني يوصلها لبيته عشان يغسلوها له، وبعدين واحنا راجعين نعدي عليهم عشان ناخد. ففي مره من المرات انا في واحد من الزملاء قصدني قال لي عاوز اودي الشنطه بتاعتي للبيت، فروحت وخبطت على البيت، واذكر ان هو كان في منطقه السيده زينب حاجه زي كده. فطلعت في البيت وقابلت الوالد والده، فرحب بيا ترحيب جميل جدا. ابنه هو شاف، كانه هو بيعتبر ان هو شاف ابنه بالظبط. وبالمناسبه هو كان مهندس وكان معيد في كليه الهندسه ودخل القوات المسلحه، يعني هنا اماله كلها وقفت عند المنطقه دي عشان ينضم الى القوات المسلحه. ودخلت فقال لي بس انا بستاذنك يا ابني عشان تقابل والدته تطمنها عليه. فالمهم والدته جات وقعدت معايا وبتسال طبعا بشغف احوال ابنها، بتقول لي بينام ازاي، بياكل ازاي، بيشرب ازاي. فوالده قال لي يا ابني طمنها، لان انتوا من يوم ما رحتوا وتحركتوا رحتوا الجيش الثالث ووالدته بتنام على الارض، مش عاوزه تنام على سرير، بتقول ما اقدرش انام على سرير وانا ما اعرفش ابني نايم ازاي. دي طبعا قصه كانت، هي دي كانت الام المصريه اللي موجوده، اللي كانت موجوده في ذلك التوقيت، يعني شركه ابنها تعبه، ما هي رافضه تنام على السرير، رافضه تنام على السرير وبتنام كل يوم على الارض، وحجتها ان ابنها هي مش عارفه هو نايم ازاي، هي مش عارفه هو نايم ازاي. طبعا الظروف المعيشيه اللي احنا كنا فيها كانت ظروف في منتهى القسوه، في منتهى القسوه، يعني ما فيش وسائل اعلام، ما فيش تلفزيون، ما فيش ارسال بيوصل للجيش الثالث، ما فيش جرايد بتوصل، ما فيش وسائل ترفيه، يعني يمكن كانت الشؤون المعنويه بصعوبة. افندم الاكل والشرب بيجي بصعوبه. لا الاكل والشرب ده كان قصه تانية خالص، احنا لما كنا ناكل يعني ايه رغيف من غير العيش، من غير الرمله بتاعه، فكان دي بتبقى يعني مستغربه، فنزعل كنا بناخدها ك يعني الاكل طبعا كان يعني طبعا ظروف، لكن لو جميعا لولا التضحيات دي يا سياده اللواء، لولا التضحيات دي ايوه ما كناش نقعد دلوقتي نتحدث عن 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 وجود بلد او وجود يعني ارض نعيش عليها. تضحيات يعني من جنود ومن ضباط زي حضراتكم هي اللي مهدت الطريق للي بعديكم. الحمد لله، ونتمنى ان احنا نستحضر روح حرب اكتوبر النهارده عند الشباب، نستحضرها في كل المعارك بتاعتنا. طب خليني برضو اتنقل مع حضرتك وقت الحرب. خلاص دلوقتي احنا عرفنا حضرتك دخلت كل حربيه، تخرجت، تم ارسالك في الميدان. كلمني عن الاستعدادات لحرب. الاستعدادات انا النهارده الحقيقه لما بشوف براجع بقى بعد فتره زمنيه طويله وبعد العديد من القراءات ليا انا الشخصيه، فبجد ان حرب اكتوبر اتبع فيها كل المفاهيم العلميه طبقا لادبيات البحث العلمي، سواء كان في الاستراتيجيه، سواء كان في اداره الازمات، سواء كان في مفاهيم الاداره بصفه عامه. يعني اذا قلنا كلمه الاستراتيجيه لو حبينا نرجعها لاصلها، هي اصلا كلمه يونانيه اسمها استراتيجيو، اللي هو علم الجنرال اللي بيعتمد على ثلاث محاور. المحور الاول اللي هو الطريق اللي هو يتصف به، المحور الاول في علم الجنرال علم الاستراتيجيه اللي هو يتصف باختيار افضل البدائل لاتخاذ القرار مع تحقيق قدره تنافسيه، يعني القرار الافضل. المحور الثاني الحسم في اتخاذ القرار دون اهمال قدرات الجانب الاخر. انا بتكلم دي المرجعيات العلميه بتقول الكلام ده، مش انا اللي بقول الكلام ده. يعني احنا كنا سابقين. المحور الثالث في علم الاستراتيجيه بيقول تحقيق الاهداف بتاعتي. لو جينا اتكلمنا على مبادئ الاداره الحديثه بنقول ان هي عباره عن فيجن ميشن اوبجكتيفز، او رؤيه، رساله، اهداف، خطه عمل، اكشن بلان، وصولا للاند ريزلت او النتائج. لو جينا نتكلم على اداره الازمه، كل ده تم تطبيقه في 73. كل الكلام ده تم تطبيقه في 73. يعني حضرتك افهم من كلامك ان 73 هي اداره قبل ما تبقى تنفيذ. اداره طبعا اداره بلا شك.
إدارة الأزمة، علم إدارة الأزمات الحديث اللي استحدث بعد كده بحوالي بعد حرب 73 بحوالي 30 سنة يمكن، بيقول إن جناحين إدارة الأزمة هي الاستعداد والمواجهة. طب الاستعداد هل طبق في 73؟ طبق من خلال التدريب، من خلال المناورات التدريبية اللي كانت بتتعمل في برقاش والخطاطبة على حاجز مائي هيكلي يماثل قناة السويس، يمثل قناة السويس، وكانت القوات بتنزل من الجيش الثالث للخطاطبة وبرقاش عشان تنفذ مشروع العبور. العبور ده الكلام ده. طب خليني اكلم حضرتك في نقطة مهمة، الحرب الإلكترونية معلش عرف الناس بيها، يعني احنا ابطالنا كلهم اللي استضفناهم مشاة، مدرعات، قوات جوية، انا شايف حضرتك بتبتسم، بس انا عايز الناس تعرف ايه الحرب الإلكترونية واهميتها، انا واحد من الناس عارف اهميتها بس عايز الشادة المشاهدين يعرف. الحرب الإلكترونية ببساطة يمكن رئيس الراحل أنور السادات قالها في ببساطة شديدة جدا، ويمكن وقتها الناس خدت الموضوع كوميديا. قال أنا حدي لكل حد من ولادي إلكترون يحارب بيه. هو فعلا ده التعبير الدقيق للحرب الإلكترونية، هو بيم أو بالس أو إشارة أو نبضة بتطلع من جهاز إلكتروني إلى جهاز إلكتروني آخر حتى تعطله، بس ببساطة شديدة جدا. فهي بتعطل الأجهزة اللاسلكية بتاعت القوات البرية، بتعطل الأجهزة اللاسلكية بتاعت الطيران، بتعطل الأجهزة اللاسلكية بتاعت القوات البحرية، بتعطل الرادارات اللي موجودة في جميع المعدات الحربية، بتعطل بتشتغل عليه. بس شريطة إيه؟ شريطة يعني عشان يشتغل يوصل للنقطة دي في قبلها العديد من الخطوات. نمرة واحد استطلاع لاسلكي أو استطلاع راداري عشان يرصد الرادارات، يرصد الترددات اللي بتشتغل عليها الأجهزة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مش كل معلومة هيجيبها دي معلومة حقيقية، لازم يحللها ويقيمها. ممكن يكون بيضللك العدو. ده أكيد، ده أكيد. يعني أنا وأنا داخل وإحنا داخلين حرب 73، الموقف بتاعي اللي أنا كنت عامله يوم 5 أكتوبر 73 على الخريطة كان موضح عليه المواقع الحقيقية والمواقع الهيكلية أو المواقع الضامي أو المواقع اللي هو الخداعية اللي هو بيصور لي إن هي مواقع قتالية لكن هي مش قتالية، وأنا كنت عارفها وحاططها على الخريطة، وأي إشارة هتصدر منها أنا عارف إن دي إشارة خداع، عشان كده ما كنتش بشتغل عليه، لكن كنت بشتغل على الحقيقة. الإشارات الحقيقية اللي هي بتصدر من قيادات التشكيلات للتشكيلات بتاعتها. لكن عشان نوصل للنقطة دي فلازم لها البرامج تدريبية خاصة. يعني على سبيل المثال أنا كنت شغال في الكتيبة 661 إعاقة لاسلكية، قائد مركز تحليل معلومات، بالضروره كان لازم اخد دوره لغه عبريه طويله لمده سنه وما اتخرجش الا اذا كنت امتحن على الراديو الاسرائيلي، اللغه الغربيه، اللكنه الغربيه مش اللكنه الشرقيه، تفهمها وتتكلم بيها، اتكلم بيها والامتحان بتاعي عليها، ومن هنا بيجي باخد اجازه التخرج من الدوره دي. والدوره دي الحقيقه انا لما دخلتها كان معايا مجموعه من الشباب المتميز، اذكر منهم النقيب صلاح فهمي، الملازم اول عبد الوهاب مبارك، الملازم اول سيد موسى، النقيب يحيى منيب. تتكلم عبري ان انت تبقى فاهم الاشاره. المجموعه اللي حضرت الدوره دي كل واحد هيطلع في كتيبه مختلفه عن الثاني، وكل واحد مطلوب منه يتكلم زي الناس الاسرائيلي، الجيش الاسرائيلي. يعني اذا تحدثت لغه الناس امنت شرهم. بالظبط يعني كده. حتى مبدا مظبوط يعني حقيقي. الحديث حتى وانت قدرت كقوات مسلحه تتكلم عبري زي العدو بالظبط عشان تقدر تفهم لغته. بالظبط كده. طيب حضرتك بدات تاخد الاشارات، تعمل اعاقه، تحلل بيانات. لا انا دلوقتي لسه مش في مرحله الاعاقه، لان قبل العمليات غير مسموح ان تصدر اشاره اعاقه عشان الجانب الاخر ما يحددش المكان بتاع محطه الاعاقه ووقت العمليات ما يضربنيش. ففي صمت في عمليات الاعاقه، لكن اللي شغال انا جاهز. انا بجهز بمواقع الاستطلاع اللاسلكي بتاعتي، بجهز بمواقع تحديد الاتجاه، يعني كل اشاره بتيجي او كل تردد بيجي مطلوب ان انا احدد مكانه، فبحدد مكانه عن طريق محطات تحديد الاتجاه، محطه في اليمين ومحطه في الشمال، كل واحدة فيهم بتديني الزاوية بتاعتها تلاقي الاتجاهين، ده النقطة بتاعت الهدف. بتتحط بريوريتي، بتتحط أولويات للأهداف اللي أنا هشتغل عليها أعاق. يوم 5 أكتوبر إحنا كنا وصلنا الموقف بتاعنا إن إحنا عارفين كل حاجة عن العدو الإسرائيلي،
وحاطينه على الخرايط وعارفين بيتكلم الساعة كام. هو بالمناسبة كان بيغير الشفرة والتردد بتاعه كل شهر. ورغم هذا كانت عناصر الاصلاح اللاسلكي وعناصر المراقبه وعناصر عديده كانت بتجيب. ايه راي حضرتك لو ناخد على الهواء طبعا رمز من رموز النادي الاهلي واحد نجومه الكبار الكابتن فكري صالح مدرب الكبير طبعا مدرب حراس المرمى ارمى. اهلا بيك يا كابتن فكري. اهلا كابتن هيثم، و يعني بضع التحيه للجنرال ايهاب، وانا سعيد وتشرفت ان انا اكون مع قناه الاهلي القناه العظيمه موجوده في مصر. كابتن فكري يعني ادينا يعني ذكرياتك على حرب 73، كنت فين؟ عرفت لحظه الصفر ازاي؟ يعني كلمنا عن ذكرياتك مع 73. والله انا كانت الحرب 10 اكتوبر 6 اكتوبر 10 رمضان، انا 1 رمضان كنت عندي مباراه في الدوري بين الزمالك والطيران، بلعب في استاد القاهره مباراه في الدوري. كان معايا الله يرحمه حمد امام، كان في موجود الله يرحمه الكابتن عشري. وبعد المباراه كانت عربيات جايه تدعي، فالكابتن حمد طبعا كابتن مجموعه 13، فسالته يا كابتن في ايه؟ قال لي لا ده مشروع تعبوي كلها 3 ايام وهترجع. فطبعا ده كان الخطه العظيمه بتاعت فكره التمويه والاخفاء. وانا عايز بس عشان الجديد مش عايز اخش، انا دوري كان شرط بسيط في قوات الطاقه، تعرف خطه او العمليه ما بدات، لاني انا بعتبر ان حرب اكتوبر او انتصار اكتوبر ده معجزه القرن الماضي. صحيح. العسكريه. صحيح. اللي انا بقول يمكن جنرال ايهاب عارف الكلام ده. كل مدار في الحرب 73 غيرت كل التاكتيك في العالم، سواء البحريه سواء الكميه سواء كل المفاهيم العسكريه اللي كانت مدرب معاه، وهذا الكلام موجود حقائق. فانا عايز اخاطب الجيل الجديد اللي لا شاف 67 ولا شاف الانتصار ولا شاف الهزيمه ولا شاف الناس ماشيه الصبح كل واحد حاطط الارض، حتى مش العسكريين حتى العرب. وبعدين في 73 انا عايز ادي الفرق ده، يعني ايه روح الدور؟ اما بالنسبه ليا كدوري فهو زي ما قلت درس بسيط. حرب العمليات بدات بعد 6 اكتوبر بضربات طيران، الضربه دي قدرت انها تدينا وتوصلنا للانتصار سريعا، لان كل مراكز القيادات اتضربت بالكامل. كان في حوالي 34 تجمع على خط بسيط، اللي قال لك لازم سلسله ذريه عشان تقدر تعدي. صحيح. كان قرنا البسيط، وانا كنت طفل صغير في رتبه تقييم قوات الطاقه، ان احنا بمجرد ما التمهيد الميراني بدا 2:30 ل 5 كان في مجموعات صغيره، لان احنا كل دشمه من الدشم القويه دي كان فيها مانجل مستودع نضال، وانا فكان فيها حاجتين او 3 اهداف مجموعات الاداره، انت عارف شغل الطاقه كل الاداره، المستودعات دي لازم تخلص منها، نابالم دي لازم تتحط ارتفاع السافر 22 متر، يعني 8 ادوار رمل، وعسكري المشال عادي هيطلع مساكن كيلو، واللي طالع بهاون واللي طالع بالكلام ده ازاي هيطلع؟ فكان لازم تتحط السلالم، ودي العبقريه المصريه. فالسلالم دي لازم تتدق عشان الدفعات اللي جايه بعد كده. اي دشم بتيجي يبقى فيه هجوم مضاد لدبابات الكلام ده، فكان لازم انت تتصدى له عبال ما الشاه تطلع وتتسلق هذا الكاس. ويكفي انت خلال 6 ساعات فعلا، يعني انت بدات الساعه 2، الساعه 6 يمكن طلع ان احنا تولينا على جميع النقط وجميع السكن على كل خط. دي اللي انا عايز اتكلم عنه، لان انا كان دور صغير في وسط عظماء كبار جدا. الدور اللي انا عايز اتكلم عليه وهبسطه، نادي الاهلي في مباراه 2-2 هزيمه، شريف اكرامي اخطا في الدنيا اتقلبت، في زي هذه السبعة
ايه اللي حصل؟ جمهور الاهلي العظيم راح النادي الاهلي. ها؟ صحيح. صحيح. راح اداله الدفعه يروح وينتصر ويعمل المستحيل كلنا شفنا. الشريف اكرامي وفي اسبوع يبقى نجم النجوم. صحيح. طبعا بطارق سليمان المدرب العظيم اللي معاه. انما دي اللي انا عايز اتكلم عليه، ايه اللي هي بتقول عليها روح الزميل الاصحاب. طب ايه هي روح اكتوبر؟ المصريين لما يقفوا مع القوات المسلحه لما نشوف ايام 73 كان بيحصل ايه؟ ام كلثوم تركب قطر تمر على مصر بالكامل تجمع فلوس عشان تفوز الحرب. كلنا كنا بنقف بطوابير بس الناس مش فاكره. صحيح. مش لاقي اي حاجه عشان جيش مصر. هي دي روح اكتوبر، تلاحم الشعب مع الجيش. للاسف انت النهارده عندك حرب قاسيه جدا على اولاد فينا، وانت زي ما انت شايف. صحيح يا كابتن. في مجال ده انا يكفي انا اقول لك مليون اسره بقرار سياسي اتحذرت، مليون اسره اتحذرت من بورسعيد في الاساسيات. راحت في عيشه في البر من بورسعيد. صحيح. في ثلاث ايام كانت سعداء. كان في حالة تلاحم، كان في حالة تلاحم. اكتوبر احنا اما جينا في سينا نحرك 8 اسر الدنيا قامت والاعلام قام، 8 اسر اتهجروا الاعلام قام، بقول لك مليون اسر. انا بتكلم على حقائق يا جماعه، معلش كنت بتكلم من قلبي. لا صحيح، اتفضل يا كابتن. اقول ايه هي روح اكتوبر؟ روح اكتوبر يا مصريين هي المصريين، هي الجيل دلوقتي اللي ما شافش الهزيمه بتاعت 67، والدور العظيم اللي احنا قمنا بيه هو المصريين مش احنا العسكريين. صحيح. انا لما كنت بحس ان الناس حزينه كلمه الله اكبر دي محدش شفتها في العمليات، ولا احد قال يقول الله اكبر. ضغط القناه كله كان الله اكبر. كل احنا ما احنا كل واحد مننا له اسره بتبقى بره، الاسره دي هي اللي بتدفعه. كلمه الله اكبر كانت هي سر النجاح العظيم. عشان كده انا بتكلم على حته زي ما بقول روح اكتوبر، عايزين نرجع لروح اكتوبر، تلاحم المصريين، وده الدرس اللي احنا عايزين نعمله ان شاء الله. انا بقول بديت مثل بسيط، ايه هي روح الزميل الاصحاب؟ هو معدن الانسان الاصيل في الزنقه، معدن الانسان الاصيل في الزنقه ان هو يظهر، وبتلاقينا في المواقف الصعبه. عايز مصر اللي جاي ان شاء الله عندنا فرصه ذهبيه ان احنا نوصل كاس العالم. نصيحه للجهاز الفني وكل اللاعبين، ما لكمش دعوه بمباراه بكره، مباراه سودان وجانا ماليش دعوه بيها خالص. انا ليا هدف، عندي مباراتين، اكسبهم اخش كاس العالم. هو ده اللي انا عايزه بروح اكتوبر. كل واحد ينسى نفسه، انا بلعب محترف فين، انا باخد قد ايه. لا، مصر لها حق عليه. في ناس ضحت بدمها، يمكن انا الحمد لله قادر بتكلم. انا مصاب عمليات، واخد ثلاث طلقات مشظوظ، انما ربنا بيديني لان كله بامر الله. اللعيبه اللي هي المحترفه بره دي، مصر هي اللي خلتك تحترف. يعني الاحتراف بتاعك ده جه من مصر. صحيح. كابتن فكري صالح طبعا رمز النادي الاهلي واحد يعني ابطال حرب اكتوبر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الحقيقه كلامك من القلب ووصل للقلب يا كابتن، والحقيقه حضرتك يعني حسينا قد ايه كنت عايز توصل رساله، ودخلت حرب اكتوبر وروحها ازاي، الروح دي برضو موجوده في الرياضه، ولا ايه رايك يا جنرال؟ والله روح اكتوبر موجوده، انا بشوفها في مناحي كثير، بس اتمنى ان انا اشوفها تتفعل اكتر في المرحله اللي احنا فيها. صحيح. المرحلة اللي احنا فيها دي محتاجة، ما انا عندي معركة تنمية النهاردة، في معركة تنمية، انا ما بتكلمش نمو، انا بتكلم معركة التنمية. تنمية. معركة التنمية عشان يبقى الكلام واضح، معركة التنمية انا داخل عاوز اروح اكتوبر، عاوز اروح صبر. روح التضحيات، روح إيثار الذات، عاوز اروح التكاتف، العمل بروح الفريق، فريق العمل يعني. خليني برضو ارجع لحضرتك بقى. حرب 73 واحنا بنتكلم قبل الهوا كان في يعني حضرتك قلت لي ان في عمليه نوعيه يمكن ما خدتش حقها في الاعلام كتير، وهي قتل قائد المدرعات المنطقه الجنوبيه.
والعمليه دي كانت عمليه مهمه وحضرتك كنت احد المشاركين فيها والتخطيط ليها بدقه عاليه. انا عايز حضرتك تكلمنا عن هو ما كنتش انا منفصلا، انا كان معانا بالتحديد اللي اشترك في العمليه دي الجندي رؤوف ايليا، ده كان عامل اللاسلكي اللي جاب الاشاره، الملازم اول هاني الحازق اللي كان رئيس قسم تحليل المعلومات البريه في الكتيبه 490، المقدم اسعد اليوسفي، الرائد اسعد اليوسفي قائد الكتيبه 490 اصلاح لاسلكي، الرائد جرجي سيامي خليل قائد الكتيبه 661 اعاق. هي مجموعه متكامله اتفقت دون توقيعات على انجاز على هذا الانجاز اللي هو العمليه اللي نقدر نقول عليها لو حبينا نوصفها بدقه نقول استدراج واصطياد وقتل اللواء ابراهام مندلر قائد مدرعات المنطقه الجنوبيه. استشهاد عبد المنعم. اعتقد ان هي عمليه قريبه من عمليه المرحوم الفريق الشهيد عبد المنعم رياض، اعتقد ان هي موضوع قريب منه جدا يعني، لان احنا بنرصد تردد. هم رصدوا الفريق عبد المنعم رياض ده بالتاكيد، وضربوا الموقع اللي هو وضرب الموقع بالمدفعيه استشهد الفريق بالظبط كده على الجبهه. نفس الكلام احنا عملناه، نفس السيناريو، نفس الستيبس، نفس الخطوات، ودي مش مخططه دي يعني، بس احنا كنا داخلين بالروح دي، بروح ان احنا عاوزين نعمل ان احنا يعني. مثلا على سبيل المثال كنت حضرتك بتسالني عن الحرب الالكترونيه، الجيش الثاني الموضوع بتاع عساف ياجوري اللواء اللي هو قائد اللواء عساف ياجوري والمعركه بتاعته دي، طبعا اشترك اللي ناس برضو ما بيغيب عن الكثيرين ان من ضمن عناصر نجاح الحرب الالكترونيه الكتيبه بتاعه الاعاقه اللي كانت موجوده هناك في الجيش الثاني، كان فيها سريه اعاقه تردد عالي وتردد عالي جدا، وكان فيها مجموعه من خيره الشباب، من الشباب طبعا وقتها يعني، النقيب كان محمد عبد الرازق، النقيب سامي شوكت، النقيب صلاح فهمي، النقيب نبيل الرائد نبيل الرئيس، ملازم اول سعيد الشيخ، شوشروا على اللواء المدرع ده هو، بحيث ان قائد اللواء ما يبقالوش سيطره على اللواء بتاعه اطلاقا، على اللواء بتاعه، وبالتالي لما تيجي تشتغل المدرعات هتقدر تشتغل بحرفيه اكتر. تصطادهم بقى بالظبط كده، وده اللي حصل فعلا، ده اللي حصل. القصه حصلت مع اللواء كان اسمه ايه ساعتها، اللواء المنطقه الجنوبيه؟ لا لا، اللي حصل مع اللواء ابراهام مندلر ده كان موضوع تاني خالص. ابراهام مندلر لا لا، ده موضوع تاني خالص، دي عمليه فرديه نوعيه بيقوم بها مجموعه من الشباب اللي انا ذكرتهم لحضرتك، اتنين ملازم اول واتنين رائد وجندي. يعني القصه ان احنا يوم 5 اكتوبر احنا رصدين الموقف بتاع العدو على الخرايب بتاع الخرايب بتاعتنا بالمواقع الحقيقيه والمواقع الهيكليه. يوم 6 اكتوبر قائد الكتيبه بتاعتي قال لي انا عاوزك تطلع يا ايهاب، تروح اللي هو المقدم جرجي سياني او الراجل جرجي سياني اعتقد في الوقت ده رحمه الله عليه توفى، قال لي عاوزك تروح الكتيبه 490 واحنا منسقين ان انت تروح تقعد معاهم هناك عشان نعظم قيمه المعلومات اللي احنا بنشتغل عليها، لان هم كانوا شغالين الكتيبه 490 كانت شغاله من بدري في القصه دي قبل الكتيبه 691، تديهم خبراتكم، فاحنا عاوزين ناخد الخبرات بس بشريطه ان يكون واحد فاهم عبري، فاهم موقف عدو، فاهم تحليل، يعني عارف القصه هتدار ازاي. فروحت الكتيبه قابلت الرائد اسعد اليوسفي، رحب بيا الحقيقه ترحيب شديد، وكان راجل دمه الخلق جدا، وكان راجل على مستوى عالي جدا من المهنيه في مجاله الحقيقه. وعرفني على رئيس قسم التحليل البري، دخلت لقيته دفعتي الملازم اول هاني الحازم. فاول ما شفنا بعض خدنا بعض بالاحضان وهيصنا بقى، ما انا ده الكلام ده يوم 6 اكتوبر يعني، انا بتحرك يعني، انا تحركت من الكتيبه بتاعتي 2/10 قبل الحرب ب 10 دقائق بالظبط، وقائد الكتيبه قال لي انت هتطلع عشان اداني المهمه بقى، اداني المهمه وخلاص انا عرفت المهمه بتاعتي، وطلعت على هناك وكان معايا عربيه لاسلك، وقال لي مش هنتصل ببعض خالص، اي بيانات عاوز تديها لي يبقى بينا الخط اللي هو السلكي الارضي. الارضي. لا ما كانش فيه الاستراتيجي، الاستراتيجي ده جه مؤخرا، لا 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 ده كان سلك كده وكان يمدوه ببكره كده وحاجه، كانت امكانيات الحقيقه كانت بس متامنه الرساله. لا احنا كنا بنشتغل باقل الامكانيات، باقل الامكانيات بس باعلى معدلات كفاءه. صحيح. اعلى معدلات كفاءه، والنصر اتحقق من هنا. ما هو النصر جه من هنا، انا
يعني لما يعني لو 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 ما نشوف العدو الاسرائيلي كان بيشتغل قدامي بمعدات شكلها ايه وانا بشتغل بمعدات شكلها ايه، انا متاخر عنه كتير. انا متاخر عنه، ولكن انا استطعت بالانسان المصري بالاراده المصريه بالعقليه المصريه بالعقيده المصريه بالحاجات كتير في الانسان عليك. المصري في الانسان المصري اتفوق اتنقلت ورحت للكتيبه. اول ما دخلت وسلمت على الملازم اول هاني وخدنا بعض بالاحضان وفهمت منه الموقف بتاع العدو. انا كنت طبعا كنا منسقين واللي عنده هو عندي يعني ما فيش حاجه. وبعدين تاني يوم يوم 7 اكتوبر لقينا هو كان العدو الاسرائيلي كان بيغير الشفره والتردد بتاعه كل شهر. احنا فوجئنا بقى يوم 6 اكتوبر بالليل غير بقى كل حاجه طبعا لانه في حاله ان هو في حاله بيتكلم كلام هو نفس التردد. الغريبه ان هي كانت نفس التردد بس بيتكلم بلغه احنا مش فاهمينها. يوم 7 اكتوبر ابتدت النقط الحصينه تقع قدامنا وابتدت مكتب مخابرات السويس كان فيه العقيد اركان حرب فتحي عباس يطلبوا مترجمين من عندنا عشان يروحوا يتفاهموا مع الولاد الاسرى الاسرى. الحقيقه رجعوا لنا بقى يوم 7 بالليل او 8 الصبح بكنز كنز جابوا لنا الخرائط اللي كانت مستخدمه في خط بارليف. بنفتح الخرائط فوجئنا ان الشفره هي الكلام اللي موجود على الخريطه. يعني هو ابتدى يشتغل قدامي مفتوح خلاص انت طبعا جبت شفرته. خلاص هو ما بيشتغلش بشفره هو بيشتغل بس انا ما كنتش اعرف ان ده الاسماء الكوديه اللي موجوده على الخرائط بتاعته لان انا ما عنديش الخرائط بتاعته بالظبط. فروحنا معاه الخريطه بتاعته جنب الخريطه بتاعتنا وخلاص وضحت خلاص. الدنيا قدامنا خلاص بقى الموضوع مفتوح. رصدنا اشاره اعتقد كان يوم 8 او 9 بتقول شخصيه مهمه موجوده في القطاع الجيش الثالث. فالاعاقه شغاله الكتيبة 661 اللي أنا طالع منها كانت شغالة. فلقيت الرائد أسعد اليوسفي جالي وأنا في مركز العمليات وأنا مع الملازم أول هاني الحازق قال لي أهاب إحنا عاوزين نرفع الإعاقة عن التردد ده لأن عليه معلومات عاوزين نجيبها أكتر يعني. فكلمت قائد الكتيبة الرائد جرجس يعني هو بيشتغل بنظام ليه أولويات ومتفق عليها مع فرع استطلاع الجيش وشعبة عمليات الجيش. يعني هو الجيش عارف انا هشتغل على ايه وانا عارف انا طبقا لاولويات عالي جدا اولويات فقال لي لا ما اقدرش ارفع الاعاقه عن التردد ده لان ده بتاع قياده ما اقدرش ارفع عنه. فروحت واخد العربيه بتاعتي لان ما ينفعش اقول له الكلام ده بالتليفون. انا كان معايا عربيه جيب فيها جهاز لاسلكي. فروحت واخد العربيه ورحت طالع على الكتيبه 661 دي كانت في كيلو 14 ودي كانت في عجرود في مسافه. والطيران طبعا كان شغال فوق مننا بس احنا في التوقيت ده ولا في دماغنا طيران ولا في دماغنا مدفعيه. عايز توصل هدف. انا عاوز اوصل للهدف بتاعي. انا كنت ملازم اول وهو كان رائد ورحت قابلت الرائد جرجس ياني شرحت له بالظبط الموضوع بالظبط. الاشاره دي كان جايبها عسكري اسمه رؤوف ايليا ما اعرفش هو موجود فين دلوقتي ربنا يديله الصحه لو كان موجود. فروحت شرحت له الموقف بالظبط قلت له في شخصيه هامه موجوده في القطاع قدامنا وعايزين نرفع عن التردد ده الاعاقه عايزين نجيبه. جاب تصديق او رجع لقياده الجيش قالوا له ما فيش مانع كل ده بالتنسيق طبعا. وطبعا الكلام كان بالشفره وقال لي هو كان ليه برضه كان مقوله كده لما رحمه الله عليه يعني لما الموضوع يستحسنه يوم يقول لي ايه حياك الله حياك الله حياك الله فانا اعرف ان هو خلاص استحسن الموضوع. فروحت واخد التوجيه بتاعه واتفقت معاه قلت له انا حبلى سيادتك بكل اللي هيحصل في حينه بالظبط بحيث ان احنا برضو مش هنرفع الاعاقه بنسبه 100% هنشتغل. بس هو قال لي هو الحقيقه كان من الناس المتميزين في قصه الاعاقه وكان واخد دوره تدريبيه لمده سنه في روسيا كان من اوائل الناس اللي كانوا خدوا الدوره دي للحرب الالكترونيه. فقال لي احنا هنشتغل بس بطريقه ثانيه خلاص نرفع الاعاقه بس نرفعها في توقيتات نشتغل اعاقه بس نشتغل في توقيتات مش مهمه يعني بحيث ان اللي قدامي يحس ان احنا مش فاهمين انا مش فاهم وهو كان داخل المعركه وعارف وحاطط في قناعاته ان المصريين مش هيعملوا حاجه وحتى لو وصلتهم هم ما هو كان حاطط كده. لكن اللي حصل عندنا كان قصه مفاجأة. كان مفاجاه طبعا بالنسبه له بكل المقاييس مفاجاه بكل المقاييس بكل المقاييس. حضرتك لقطت ان في شخصيه مهمه موجوده في القطاع رجعت نسقت مع رحمه الله عليه الرائد اسعد اليوسفي والملازم اول هاني الحازق واتفق. وكان بقى الناس بقى بتوع تحديد الاتجاه يمين وشمال اللي هم بيحددوا اتجاه التردد
كان اعتقد كان المرحوم ملازم اول ابو العينين والملازم اول حسين زكي، وكان في الشمال كان المرحوم الملازم اول مجد وصفي والملازم اول حاتم هيكل، اللي هم مسؤولين عن عمليه تحديد الاتجاه. تحديد الاتجاه، فاصبح الرصد عندنا موجود، تحديد الاتجاه احنا متابعين وقابضين على التردد. رصدنا بعديها بيوم الكبير موجود. كلمة الكبير موجود هو الأول ابتدى بشخصية هامة، بعد كده ابتدى بكلمة الكبير. الكبير لا، ده في حد موجود، لا لا ده في حد. ابتدينا بقى ننسق مع فرع اصطلاع الجيش اللي بينسق مع شعبة عمليات الجيش، عشان عاوزين نحدد مين الكبير اللي موجود اللي احنا هنشتغل عليه وهنرصد مكانه ونحدده بالظبط، عشان فرع الاستطلاع ينسق مع المدفعية أو ينسق مع شعبة العمليات ايه الوسيلة اللي ممكن يقصف بيها المكان اللي هيتواجد فيه الشخصية الكبيرة دي. بعدها بيوم اعتقد حاجه زي كده او بعدها بيوم رصدنا ان اللي موجود في القطاع اللواء ابراهام مندلر قائد مدرعات المنطقه الجنوبيه. طبعا كان بالنسبه لنا مفاجاه صيد سمين. ومفاجاه يعني مفاجاه ان احنا ايه، ان احنا بنشتغل على التردد اللي شغال عليه ابراهام مندلر قائد مدرعات المنطقه الجنوبيه، والمعركه كانت في الوقت ده معركه مدرعات لسه جاي من الجولان حضرتك قلت لي، وكان بقى كان بيشتغل في الجولان وقائد منتصر وده في 67 وهو بالمناسبه هو النمساوي الاصلي، وكان يبلغ من العمر في هذا التوقيت 44 عام. في التوقيت المحدد لوصوله احنا متابعين التردد عن طريق الناس بتوع التصنت رؤوف إليه ومراكز تحديد الاتجاه اللي قلت لسيادتك عليها قبل كده، ومتابعين التحرك بتاعه شايفينه على الخريطة. قاعد أنا وجنبي الملازم أول هاني الحازم، يعني شريكي في هذه العملية الفريدة أو هذه المهمة الفريدة الحقيقة يعني، وهو دفعتي يعني قاعدين إيه، إحنا قاعدين والموضوع قريب يعني مش بعيد، وبعدين جيل بيحب بعضه يعني. خرجتوا مع بعض من الكلية، خرجنا مع بعض، دخلنا روح كانت تانية خالص. وبعدين وصل اللواء ابراهام مندلر في اليوم المحدد اللي هو احنا عرفناه، وبلغنا شعبه فرع الاستطلاع وشعبه العمليات، وابتدت المدفعيات تشتغل. هم تعاملوا معاه بحيث ان هم رصدوه وضربوا المكان اللي هو موجود فيه، وتسمع بقى بعد كده الماساه او الصريخ دي قصه تانية خالص بقى، دي قصه تانية خالص لما تسمعها لايف. بنحاول نجيب اللواء هاني حازق معانا على التليفون، لكن هو ما بيردش على التليفون فهنفضل وراه. المهم جدا نجيب زميل هذه العمليه النوعيه. طيب المدفعيه قصفت المكان، تم قتل، وبعدين اتصلت في نفس التوقيت، اتصلت برائد جرجسياني قلت له ان العمليه بتتم دلوقتي، فهو اشتغل اعاقه. ليه بقى بيشتغل اعاقه؟ عشان يمنع الامدادات، عشان الخسائر تزيد اكتر. كم من نتيجه الكلام ده ان هو مات في العملية دي، والنائب بتاعه ومجموعة، لانه كان بيمشي بزفة زي ما بنقول بالبلدي كده. الجيش الاسرائيلي دايما يداري على خسائره. عرفت منين ان تم قتل الصيد السمين؟ عرفنا بقى منين القصة دي. اولا جريدة دا جازيت نشرت في 73 اكتوبر 73 خبر منفرد في صفحتها عن، باعتبار ان ده خبر ميجور، خبر مهم، رئيسي في المعركة. يعني كل المعارك اللي كانت شغالة هو جه في اليوم ده نشر الخبر ده، هو مقتل اللواء ابراهام مندلر نمساوي الاصل 44 سنة قائد مدرعات المنطقة الجنوبية، باعتبار ان ده الخبر الرئيسي في اليوم ده. مع حضرتك الخبر يوم ده معايا طبعا، معلش حضرتك ترفع له الكاميرا ونحاول نوضحه. يعني دي اللي هي الجريدة دا جازيت الكندية، الكندية ودي اللي نشرت الخبر، وده الخبر اللي موجود جوه بتاع يعني مقتل اللواء ابراهام. والتانية هتطلع تاني دلوقتي، ده الخبر من جوه، ده الخبر في زجازيت اهي. ودي صورة، لا مش دي، ده شلومو عنبار ده. ده اللي قال الخبر، انما دي ده بقى اللي هو هو ده ابراهام مندلر اهو اللي في الصورة ده، اهو ابراهام مندلر. ايوه اللي تم اسرائيلي جنرال كيلد. ايوه ده معتبر ان ده خبر رئيسي، خبر رئيسي عنده في ذا جازيت الكندية. وحضرتك يعني عرفنا ان العملية نجحت. احنا بقى يعني ايه، القوات المسلحة دائما ما تتابع. فالحقيقة في اسرائيل في سنة 2014 افرجت عن الوثائق اللي موجودة عندها بتاعة الحرب،
ونشرت ما تم في لجنة أجرانت اللي هي لجنة التحقيق أجرانت اللي هي أجرتها بعد 73 عشان تشوف الأخطاء الرئاسية وأسباب الهزيمة اللحظية. فكان من أهم الموضوعات اللي تم المساءلة فيها اللي هو مقتل اللواء إبراهام ميندلر، وده كان على لسان شلومو عمبار، يعني احنا بنقول شاهد من أهله. شلومو عمبار اللي هو كان مدير الحرب الإلكترونية الإسرائيلية في ذلك التوقيت. وبيقول ان نجحوا في قتل قائد قوات المدرعات نتيجه التصنت على اتصالاتنا. هو بيعترف في يعني هذا يعني العدو الاسرائيلي فشل في كل الفروع في القوات المسلحه. لا يعني واحنا كنا اول حرب الكترونيه نخشها في التاريخ، يعني دي كانت بدايه الثوره التكنولوجيه عندنا وقدرنا اجهزه ابعد من العدو وراه متاخر عنه، وقدرنا ان احنا نتفوق عليه بنفس الاتصالات ونستوعبها ونفهمها ونقاتل بيها. يعني عساف يا جوري مش هو العمليه الاكبر في سلاح المدرعات، يعني العمليه دي تعتبر العمليه الاكبر، يعني مش عاوزين نقول الاكبر لان انا قائد المنطقه الجنوبيه، انا قصدي كرتبه اصطياد رتبه كبير. ان انت يعني تم اصطياد قائد المنطقه الجنوبيه، قائد المدرعات منطقه جنوبيه، المنطقه الجنوبيه هو كان عنده منطقتين، المنطقه الشماليه اللي هي سوريا والمنطقه الجنوبيه اللي هي مصر. اللي هي مصر. فشلومو عمبار اعترف في التحقيقات معاه، قال ان كان من الاخطاء بتاعتنا ان القاده بتوعنا اتكلموا مفتوح في الاتصالات بتاعتهم، وكان من نتيجه الكلام ده ان المصريين تنصتوا عليه وقدروا ان هم يقتلوه. طب حضرتك قلت لي برضو قبل الهواء ان انت كنت بتسمع يعني صريخ وبكاء. طبعا بنسمع ده الكلام ده وانت في المعركه، لان كان الجيش الاسرائيلي القيادات كانت مفاهمه ان احنا الجيش الذي لا يقهر، النجدة هتجي لك في خلال نو تايم، ولكن اللي حدث على ارض المعركه وارض الواقع مش كده خالص. يعني لما سقطت النقاط الحصينه في خط بارليف اول يوم تاني يوم تالت يوم الطيران بيحاول ان هو يخش يشتغل عليه مش عارف عشان في حائط صواريخ، ودي بقى الملحمه القوى الرابعه طبعا الدفاع الجوي ده هو كان بيعتمد تفوقه عليك بالسلاح الجوي، بيعتمد على الدفاع الجوي، لكن تم وقفه بالطيارات الميج 17 والصواريخ اللي هي بتاعه الدفاع الجوي. وطبعا كانت الصواريخ بتاعه الدفاع الجوي والكتائب بتاعه الدفاع الجوي كانت مدعومه الحقيقه، والمطارات كانت مدعومه بالكتائب بتاعه الاعاقة ارض جو، يعني وده اعتقد كان فيها الملزم اول عبد الوهاب مبارك كان برضو من ضمن العناصر. ايه رايك يعني احنا معانا على الهاتف الاعلامي الكبير حمدي الكنيس. اهلا بيك يا استاذ حمدي. استاذ حمدي منورنا على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا بيشرفني في الاستوديو طبعا اللواء الجنرال ايهاب النحاس. وكنا طبعا اللواء ايهاب صديق عزيز ومن الشخصيات المحترمه، يعني نحب نسمع ذكرياتك عن حرب 73 وكنت فين وقتها، يعني كلمنا عن الذكريات. والله هو يعني باختصار انا كان لي حظ ان انا اتقدم برغبه ان انا اكون المراسل الحربي للاذاعه في حرب اكتوبر، وبالتالي ده اداني فرصه ان انا اعيش وسط المقاتلين اللي هم نموذج للشعب المصري. الشخصيه العظيمه الرائعه، الانسان اللي مستعد يضحي بنفسه في سبيل بلده ومبدأه، الانسان اللي ضرب المثل وعمل مفاجاه مذهله للعدو قبل الصديق في كذا حاجه، التخطيط يعني خطة الخداع والتمويه والتضليل اللي يعني شربها الإسرائيليين والأمريكان وأوروبا كلها، ما حدش قدر يعرف. يعني كانوا يقولوا احنا ساعات بنشوف تحركات بس ما فهمناش ان دي فعلا تحركات للحرب الى اخره. فانا دي وانا بعتبرها معركة لوحدها، معركة العقول، بعد كده التنفيذ. وهنا اذكر طبعا الدور الرائع للفريق سعد الشاذلي ان هو كرئيس اركان كل شيء معمول حسابه بدقه متناهيه، الناس وهي بتعبر على القوارب ده بيبقى يمينه مين وشماله مين الى اخره. العبقريه المصريه اللي تجلت في اقتراح المقدم او ايامها كان رائد باقي زكي بالاختراع اللي بهر العالم ان يعمل فتحات في الستر الترابي
في خراطيم المياه وكان بطريقه معينه، مش مجرد خراطيم، ده لا محتاج مضخات قويه جدا. وعلى فكره اللي جاب لنا المضخات دي ودفع ثمنها العقيد معمر القذافي، معمر القذافي انها كان لازم تيجي من بعيد عشان ما يبانش ان احنا جايبين حاجات معينه ولسبب معين. الامور دي كلها خلتني اشوف الانسان المصري وهو في اعظم حالاته، واشوف ايضا الشعب العربي، الامه العربيه لما بتقترب من بعضها ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل كتير قوي قوي، وده اللي احنا مفتقدينه في هذه الايام. طب حضرتك يعني برضو كمراسل كنت للاذاعه المصريه، يعني وقت الحرب، يعني ادينا مشهد كده حضرتك يعني لا تنساه ابدا اثناء تغطيتك للحرب 73. هي مشاهد كتيره طبعا. يعني في مره كان المدفعيه الاسرائيليه شغاله بنوع من المدافع اسمه هاوتزر، كانوا اهلنا في خط القناه مسمينها ابو جاموس، كان صوت الدانه ليه يعني بيعتبروه زي صوت الجاموس كده، يعني صوت ضخم غريب. ففي مره ما قدرناش نعدي انا وبقيه المراسلين اللي معايا على الكباري اللي الساحة المهندسين العظيم عملها في وقت قياسي، وقررت انا وزميلي ان احنا نعدي بقارب مطار. واتضح ان لا هو ولا انا بنعرف نجدف كويس ولا حتى العسكري اللي معانا. اليوم ده كان خطر شديد جدا، لان ادانات ابو جاموس دي شغاله سامعين صوتها وبترشق في القناه حوالينا. وبعدين نيجي مره هنركن بقى على الشاطئ الشرقي عشان نطلع، نفاجئ بان جندي من جنود الصاعقه اللي كانوا عدوا فعلا في المنطقه دي وكانوا احتلوا او طهروا نقطة قوية أو حصن من حصون خط برلين، شافنا أو شاور حاسب أنت هو هتخش في حائل الأرغام. إحنا بننزل مع القارب وهنطلع نمشي بقى على الرمل اللي فوق، فكنا هنخش في حائل الأرغام. يعني إيه؟ نزلنا تاني وجهات آخر. وخد بالك حركة المياه في قناة السويس مانع مائي خطير جدا، حركة المياه المد والجزر صعب جدا. ولذلك كمان كان التحكم في القارب واحنا بنحاول نعبر كان تحرك مليء وحافل بالمخاطر كلها. يعني مشاهد كثيره جدا وانت بتسالني بتمر بالذاكره، انما اللي ما تنساهوش الذاكره هي عظمه وشجاعه المقاتل المصري. الاعلامي الكبير حمدي الكنيسي، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. الحقيقه يعني كلام الاعلامي الكبير حمدي الكنيسي الحقيقه تحس كل كلمه يعني يعنيها وشاف فيها بطولات. يعني بيقول لي مشاهد كثيره بتعدي من قدامي وانا بتكلم عن حرب 73. اكيد نفس الوضع ليك برضه يا ست الاستاذ حمدي الكنيسي. عنده الكثير الكثير في جواباته، الكثير من هذه الحقبه التاريخيه لمصر، لان هو كان مشارك معانا. ما هو مصر كلها كانت بتشارك، مش كل الناس كانت لابسه افرولات وحاطه على اكتافها، لا لا لا، مصر كلها كانت بتشارك ومصر كلها كانت بتؤازر، كلهم في موقعه، كلهم في مكان. فالاستاذ حمدي الكنيسي من يعني يعد من جنود القوات المسلحه ومن حضر الحرب، وحضر حضر طبعا حضر. وقابلته بعد كده في الكثير من اللقاءات، وكنت ببقى سعيد بيه وفخور بيه الحقيقه. يعني استاذ حمدي الكنيسي، انا عاوز استكمل بقى قصه ابراهام مندلر. الحقيقه اليوم التالي طبعا احنا لما اشتغلنا اعاقه، فابتدى العدو الاسرائيلي يرصد اتجاهات الاعاقه، فعرف ان دي عمليه الكترونيه او عمليه طالعه من الحرب الالكترونيه او عمليه متداخل فيها، لان مش ممكن يعني اصل هنعرف المكان ده بالدقه دي ازاي؟ يعني مش ممكن. وبعدين احنا اشتغلنا اعاقه عشان نعطل الامدادات اللي هتجيله او النجده اللي هتجيله. فراح طالع تاني يوم الحقيقه ضرب قياده الكتيبه 490 اللي انا كنت موجود فيها. حدد مكان الاعاقه منين؟ لا هو ما هو زي ما هو محدد برضو ايه؟ يعني هو حدد مكان الاعاقه، حدد مكان الكتيبه 661 والمكان اللي حصل منه الاعاقه، وكان ماسك السريتين بتوع الاتش اف والفي اتش اف، كان النقيب مهندس سامي ابراهيم والنقيب مهندس حسن البطار. وراح ضارب اللي هو المكان اللي طلع منهم الاعاقه على الاجهزه دي، وراح ضارب الكتيبه 490 لانه عارف ان دي منظومه متكامله. وكانت الخسائر كانت غريبه جدا، يعني ما حدش مات في اليوم ده،
ما يعني يمكن في عربية اللي هي جت فيها القذيفة مباشرة، عربية معدة طبعا اتدمرت، بس البشر ما جروش حاجة، يمكن في واحد حصل له حاجة في ودنه والتاني حصل له حاجة جنب عينه كده، واحد في الكتيبة 490 كان حصل له حاجة في ودنه، والتاني اللي كان في الكتيبة 661 حصل له حاجة في عينه يعني، مش لكن ما فيش حد خسائر في الأرواح، ما فيش خسائر في الأرواح. الأجهزة هي معدة اللي ضربت اللي طلع منها الإعاقة، العربية اللي طلع منها الإعاقة دي، وده طبعا ده طبيعي لأن ده طلع منها وهو قادر على التحديد وكان عنده الإمكانيات، أجهزة متطورة جدا، كان عنده أجهزة متطورة جدا. وطبعا استبدلنا الأجهزة دي يعني جانا مدد، ما جه إمداد وجه استبدال، وكان عندنا الحقيقة كان الجماعة المهندسين الضباط المهندسين اللي كانوا موجودين في التوقيت ده كان إمكانيات الدولة جميعا كانت مسخرة في ذمة هذا الهدف، الهدف ده هو يعني مثلا أذكر على سبيل المثال المرحوم محمود سعيد تركي ده كان أول دفعته في كلية الهندسة وكلف، تم تكليفه رغم أنه ملوش الحرب ما يخشش القوات المسلحة، تم تكليفه عشان ينضم إلى سلاح الحرب الإلكترونية. طب خليني يعني أنوه عن حاجة حصلت امبارح في النادي الأهلي، حصل حفل امبارح طبعا لإحياء ذكرى نصر أكتوبر في النادي الأهلي، والحقيقة طبعا مجلس الإدارة طبعا برئاسة المهندس محمود طاهر يعني راعى هذا الحفل، طبعا حرب 6 أكتوبر أو احتفال 6 أكتوبر لطالما بتفكر الشعب المصري يعني بأوقات جميلة وأوقات عز وفخر. الحقيقة حضر فيها يعني طبعا مجموعة كبيرة من المطربين، كان فيه الفنان محمود درويش، المطربة هبة سالم، المطرب حسام غريب، والمطربة ميرنا شلبي. الحقيقة دائما من النادي الأهلي وطبعا ممثل في مجلس إدارته أن لازم الأحداث خاصة حرب 73 ستفضل محفورة في ذكرى أو ذكرها في ذاكرة الشعب المصري، ومن المنطلق ده النادي الأهلي امبارح الحقيقة أحيا الذكرى دي يعني حاجة بسيطة، ودي لقطات طبعا من الحفل امبارح يعني كانت لمسة بسيطة من يعني من النادي الأهلي ومجلس الممثل في مجلس إدارته إنه يعني نحتفل مع الأعضاء بالذكرى دي، لأن الحقيقة أيام لا تنسى. خليني أرجع طبعا لسيادة اللواء. طب حضرتك يعني نتكلم عن وقف إطلاق النار، هنا بدأ دوركم بشكل كبير، لأن أنت يعني بعد القصة دي حصل وقف إطلاق نار، الحرب الإلكترونية دخلت عشان تعرف هم بيفكروا إزاي عشان ما يفاجئوناش بحاجة، عملتوا إيه بعد الفترة دي؟ لا بعد وقف إطلاق النار حصل في تحريك للقوات، في القوات اللي راحت الشرق وفي قوات اللي رجعت من منطقة الصارة، استمرت في أداء المهام بتاعتها كالمعتاد في رصد أي تحركات، رصد الأوضاع. احنا عاوزين نعرف النوايا، لان وقف اطلاق النار كان يوم 22 وكل الانتشار بتاع الثغره ده حصل يوم 22 بعد الساعه الخامسة، وكنا بعد الساعه الخامسة مساء يوم 22 كان وقت المغرب تقريبا، كانوا يعني كنا هنفطر وبعدين حصل القصه دي، بس القوات ما زالت مستمره في عملها في المهام بتاعتها، هو كان التدريب مستمر والمهام العمليه مستمره. يعني مثلا عشان ادي لك مثال، احنا قبل ما نخش الحرب رحنا الكتيبه بتاعت الاسماعيليه عشان نشوف بقى التنسيق، لما نسافر من السويس للاسماعيليه عشان في حاجه جات لهم هناك احنا عاوزين نعرف ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، فيبقى في تبادل للخبرات والمعلومات. حتى وقتها قابلت زميلي كان نقيب وقتها سيد عبد القادر ربنا يديله الصحه وموجود لغايه دلوقتي، قابلته بقى هناك في الاسماعيليه، وكان يعني بس الكلام ده ما كانتش لسه الحرب اشتغلت يعني كان تبادل المعلومات ده شغال من قبل ما تشتغل. قلت كلمه كويسه جدا قلت ان هو اعلى درجات الاراده الاداره والاراده المصريه 73. سياده اللواء حضرتك نورتني وشرفتني الحقيقه، والله كلام يعني لا ينتهي عن بطولاتكم، ولولا بطولاتكم وتضحياتكم الحقيقه ما كناش هنقدر نقعد دلوقتي ونقعد بالفخر والعزه دي. شكرا جزيلا سياده اللواء. انا اللي متشكر. إيهاب النحاس نورتني وشرفتني. الله يخليك. اعزائي المشاهدين يوم جميل، يوم مر علينا الحقيقه كله عزه وفخر بابطال قواتنا المسلحه، شرفت بوجودي معاهم اللي يعني نتذاكر ذكريات مع حرب 73. شكرا جزيلا لحضراتكم على حسن المتابعه، يعني ان شاء الله بكره مع قناه النادي الاهلي هيكون في الجديد، تابعونا هتلاقوا كل ما يهمكم وكل ما يهم جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا لحضراتكم.
بالنسبة ل 6 أكتوبر احنا كنا كنت انا في نفس النادي، كنت في يوميها كنا في نفس النادي، كنا بنتمرن وكان عندنا بطولة تحت 16 سنة تقريبا، كنا بنتمرن في الملعب اللي وراك ده على طول، و سمعنا الخبر وما صدقناش، لكن لما شفنا وصدقنا وعرفنا الحقيقة حسينا بطعم النصر. نصر جميل جدا، نصر على قوة كانت يقال انها لا تقهر، لكن استطاع الجيش المصري الباسل ان هو يعبر وان هو يرجع الارض وان العالم المصري يرتفع فوق ارض سينا بعد كده، وان كان في شعور عندنا شعور بالخوف في الايام اللي هي وقلق وانباء متضاربه، ولكن ثقتنا في ربنا وفي البيانات العسكريه وفي القيادات اللي كانت موجوده ادت الى نجاح المهمه وثقتنا فيها. هي في الاوقات دي كان على طول كان بيبقى في اصوات، الاصوات دي كانت غارات، كانت البيوت حاطه قدامها حوائط اسمنتيه وحديق وقوالب طوب ورمله، وكان في سفارات مصر كانت بتعمل، كنا لسه صغيرين فكان في رعب طبعا بالنسبه لنا وخوف واجري وانزل وكده، لكن النصر وحلاوه النصر ضيعت كل الخوف والقلق بالنسبه لينا وبالنسبه اعتقد للشعب المصري، وكانت فتحت خير على مصر والدول العربيه. احنا لغايه يمكن الاولمبياد 84 لما رحنا امريكا كانوا هناك بيكلمونا عن كامب ديفيد واللي عمله الرئيس السادات وازاي بقى بطل حرب وسلام في وقت واحد، وما اقدرش يعني، وجميع الفرق كانت تسال ومصر بقت كويسه ومصر بقت عظيمه، فده كان شعور بالفخر لينا احنا كلاعيبه رايحين نمثل مصر في دوره اولمبيه. في الدورة الأولمبية أنا شلت علم مصر في الافتتاح في أكبر دورة أولمبية بحضور رئيس ريجن كان رئيس الولايات المتحدة وجميع الدول، فكان أنا شعوري يعني أنا ما كنتش مصدق إن أنا رافع علم مصر في أكبر محفل دولي وأكبر من أنجح وأكبر الدورات اللي اشتركت فيها مصر بعدد لعبات كتير مختلفة، واخد بالك كانت أكبر بعثة رياضية في تاريخ مصر يمكن في الأولمبياد 84. أنا شخصيا كنت فخور جدا وزملائي فخورين جدا ومعتزين جدا بمصريتنا ومعتزين جدا بأن الناس بتيجي تسألك والناس فرحانة بيك والناس مبسوطة بيك والناس يعني بتعاملك على أنك حاجة عالية جدا يعني. طبعا انا اقدم بالشكر لجميع القاده العسكريين الذي سواء الذي قتل او الذي على قيد الحياه منهم الذي استشهد فداء لهذا الوطن او الذي قدم لهم بجزيل الشكر والعرفان، لان لولا هم عملوا كده ما كانش دلوقتي احنا في السعاده دي او في الفرحه دي او في كده. ثانيا ان لازم يكون ده مثل للقدوه لابطالنا الصغيرين ولجافه ابناء الشعب ان يكون ده قدوه ليهم، وان العبور ده عبور عظيم لازم هم يفخروا بيه، وان حاجه لن تتكرر بالنسبه للشعوب.